اهلا بيكم، انا معتز هاني ومعاكم قناة كتب وسينما. اهلا بيكم. المسلسل باختصار هو عايز يقولك ان البيه طلع ديمقراطي. انا برضو بقول لكم ده ملوش ملة، ملوش ملة، ده ديمقراطي. ديمقراطي؟ ايوه. اقول لكم ايه اكتر من كده؟ يعني عمره ما هيورد على جنة. يا سلام، انا سمعت كتير قوي عن الصنف الديمقراطي ده، بس ربك والحق انا عمري ما شفت واحد منهم في البلد. اديك شفت العينة، ولو ما كنتش مصدقني اسأله هو نفسه ما يقدرش ينكر. لا دي مسألة ما انسكتش عليها ابدا. هو راح فين؟ الا ديمقراطي دي طلع ولا مؤاخذة ديمقراطي. قالك كلامي. ايوه بس احنا لازم نتوبه ونكسب فيه الثواب. المكسيك وكولومبيا، الدولتين اللي انا لو جالي تذكرتين مجانا ان انا اروحهم، الواحد فعلا يخاف يروح البلدين دول بالذات. حروب سياسية، عصابات، مخدرات. يمكن في حد يقول ممكن السينما هي اللي بتديك بحق بكده، لكن الاخبار كلها المتداولة بتقول ان دايما حتى في الحملات الانتخابية مئات بيلقوا مصرعهم، حتى سواء ترشيح على منصب عمدة او رئاسة جمهورية، الاف بيموتوا بسبب الحملات الانتخابية والعصابات وحزب ده ضد حزب ده. فهي الوضع خطير دايما في المكسيك. المسلسل بيتكلم عن سنة 1994 في أواخر حكم الرئيس سالينس، والمرشح القادم اللي هو اسمه كولوسيو، ده عن حزب الثوري المؤسساتي، اسمه الحزب الثوري المؤسساتي. ده الحزب ده بيحكم من سنة 40. جه بقى سنة 94، كولوسيو حب يعمل طفرة، طلع في الخطب قدام الشعب بيتكلم عن إصلاحات، بيتكلم عن ديمقراطية، بيتكلم عن المساواة في المكسيك، وعن القضاء على الفساد، وعن العدالة الاجتماعية. طبعا ده ما عجبش ناس كتير، رجال أعمال، ناس معاه في الحزب الثوري المؤسساتي، ناس بدأوا كلهم يتكلموا مع بعض. ايه اللي بيعمله كولوسيو ده؟ معقول هيطهر المكسيك؟ ده احنا كده هنضيع لو طهرنا، يبقى احنا، لان هو هم قايمين على موضوع الفساد. فلو هو طهر البلاد بالشكل اللي هو عمال يقوله في الخطابات، طبعا الوضع هيبقى خطير. فسنة 94 وهو رايح احدى المدن المكسيكية تم اغتياله، ودي بتكون في الحلقة الاولى بيوضح لك ان هو تم اغتياله، وبعدين بيحكي لك بشكل رجوع بقى لورا في الاحداث ان هو ازاي تم، او ازاي تم اغتياله والقبض على احد المشتبهين. وقائد الشرطة هنا بيشك في ان المشتبه ده ليه علاقة بحركة سياسية او حد من تبع الحزب بتاع كولوسيو، لان هو مش عارف يربط. اما جه يربط الاحداث لقى ان لا، يعني الوضع مستحيل يكون ده قتله كده من نفسه، مش لاسباب سياسية. مراته بتمسك بقى التحقيقات مع المدعي العام، وبتبدأ تحط بقى الافتراضات، وبتشوف وبتتابع التحقيقات، عايزة طبعا تاخد بثأرها، وعايزة تعرف مين اللي قتل جوزها. وطبعا بقت شاكة في كل الناس في الحزب، وخصوصا اللي ليه مصلحة ان كولوسيو يموت وهو يمسك مكانه، يكون المرشح اللي جاي لرئاسة المكسيك. طبعا بتشوف بقى فساد بالجملة في المسلسل، تهريب للقاتل الحقيقي وقتله، والزج بقاتل مزيف في السجن، وأسرة القاتل ده نفسها بتقول مستحيل الراجل ده يقتل، لأن هو أساسا ملوش أصحاب، ملوش حد يعرفه، فما بالك بقى إن هو يكون منتمي أصلا لحركة سياسية. وفي نفس الوقت عيلته بتهاجر او بتحاول تهرب للولايات المتحدة كلاجئين، ومعاهم محامي، لان هم هيتعرضوا للاذى في المكسيك. وبيحصل تواصل بين عيلة القاتل وما بين قائد الشرطة اللي هو الشريف، اللي بيحاول يتعقب الموضوع وبيحاول يوصل للقاتل الحقيقي. وبدأت تجيله أدلة، سواء بقى من ساعة أو رصاصة معينة تم تحليلها، عشان يعرفوا إن كان في اتنين مش واحد. ده كان واحد منهم اللي هو اعترف على نفسه رغم انه مش هو قاتل، وفي واحد تاني لقوا جثته قالوا انه في اكتر من واحد قتل يعني وتم اتهام حركة اللي هي اصلا بتكون محاوطة بالرئيس لحمايته
في اثناء الزيارات الانتخابيه برضو كان في شك كبير في من فيها من قائد الشرطه. بتشوف بقى ان زوجه الرئيس حتى بيجي لها صندوق تهديد معين، بيقول لها احنا عارفين عنك كل حاجه، احنا مسجلين لك وجايبين لها شرايط كتير تسجيلات من كل مواقف حياتها، سواء بقى في اي اوضه في القصر بتاعها، فبيقول لها احنا مسجلين لك وعارفين عنك كل حاجه. بيخوفوها وبدأت حملات تهديد ليها والقائد الشرطة والناس كتير عايزين الموضوع يسكت على كده، وان القاتل اللي في السجن ده خلاص هو اللي قتل الرئيس ومفيش داعي لتورط اي حركة سياسية او دخول الحزب في الموضوع. المسلسل مش جديد في الكلام عن الفساد في المكسيك، في مسلسل من فترة على نتفليكس هو برضو مكسيكي كان اسمه ان جوبرنالي، هو نطقه كده بالمكسيكي. بيتكلم بقى عن المرة دي زوجة الرئيس مش بتاخد بالصقر، لا ده هي كانت متهمة، يعني حد قتل الرئيس اساسا واتهموها زورا بان هي اللي قتلت، وهي بقى ايه بدأت تهرب وتبدأ تجمع الاحداث وعايز تعرف مين الحقيقي بقى اللي قتل جوزها، لان هي عارفة ان هي بريئة، هي ما قتلتش جوزها ولا حاجة، وخد الحكم مكانه شخص حصل عليه انقلاب، وبانت بقى الفساد في مؤسسة الرئاسة. فده مش جديد على موضوع المكسيك انهم يعملوا مسلسلات عن الفساد فيها، وطبعا الافلام ومسلسل طبعا الشابو، شفنا مسلسل الشابو الراجل الكبير في عالم المخدرات وازاي كان بيتحكم بالسلطة في المكسيك وازاي كان بيدفع كميات رشاوي وفلوس وستات وما تشاء يعني بسبب لتهريب مخدراته. وفي نفس الوقت فيلم سافيتشز طبعا بيوريك برضو كان سلمى حايك قايمه بدور ممتاز في الفيلم ده، وبيقول لك عن عصابات المخدرات المكسيكيه. برضو مسلسل بريكنج باد الشهير برضو كان طبعا في برضو العصابات المكسيكيه الخطيره المخيفه للمخدرات، وكمان فيلم سيكاريو يمكن بالجزئين بتوعه. في الجزء الاولاني كان برضو مركز قوي على عالم المخدرات، على الحدود والفساد في المكسيك في الحكايه بتاعت المخدرات دي. ففي افلام كتير قوي بتوريك المكسيكان كارتلز اللي هم العصابات بقى المكسيكال وبتاع الطرق وبتوع المخدرات وكده، بيخوفوك، الواحد بقى بيخاف يسمع كلمه المكسيك من كتر كميه المجازر اللي بتحصل فيها، القتل والاختلالات السياسيه والمخدرات، وفي نفس الوقت كولومبيا برضو، وساعات كتير بيعملوا افلام عن العصابات الصينيه برضو، يقول لك الحي الصيني والعصابات الصينيه والكلام ده. فيمكن ده بيكون في ناس يقول لك ده يمكن ده بيديك صوره كده في السينما بس ده مش حقيقي، ولكن الاخبار عن المكسيك دايما اللي متابع بقى اللي بيقرا على المكسيك وكده بيقول لا، هو فعلا في جرائم كتير قوي قوي في المكسيك، وتجاره المخدرات معروفه هناك مشهوره وفي كولومبيا كمان. فهو مسلسل جميل احداثه سريعه واحداث في بعض الحلقات في احداث معقده، ولكن هو مسلسل كويس، قصه حقيقيه، وبنصحكم بمشاهدته وان شاء الله يعجبكم. شكرا لكم.